31 من يناير من عام 1953، السلطات الفرنسية تعتقل الحبيب بورقيبة. ولد بورقيبة في مدينة المنستير التونسية، واشتهر بعمله السياسي والنضالي ضد الاحتلال الفرنسي. اعتقل بورقيبة عدة مرات، ففي عام 1938 اعتقل وسجن في ليون، وحين قامت الثورة المسلحة التونسية في عام 1952 اعتقلته فرنسا ليتنقل بين سجون تونس وفرنسا. وفي العام 1955 عاد حرا إلى تونس ليتم تحرير تونس وتوقيع أول وثيقة بالاستقلال، ليقوم بورقيبة بتكوين أول حكومة تونسية مستقلة ويصبح أول رئيس للجمهورية التونسية، وذلك في العام 1957.